في ضرورة إن الضرورة لا تدعو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لا تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين وتقنيه والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أرق بقولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي تزا شفاعته لكل هول من الأهوال مقطع دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غلام فصيم فقنا بئنا في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكله من رسول الله ملتب غربا من البحر أو رشفا من الدين ووقفون لديه عند حاتهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورة ثم اصطفاه حبيبا بريء نسمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم لما ادعاه النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتك وانسوا بنادته ما شئت من صلاه وانسوا بلا قدره ما شئت من عظام فان فضل رسول الله ليس حد فيعرف عنه ناطق بفمه لو نسب قدره يده عظام احيا اسمه حين يدعى دارس لم يلتحن بما تهي العقول حرصا علينا فلم نرضب ولم نهي أي الورى ليس يرى في القرب والبعد فيه غير مور كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامه سلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم وأهله وعلى أصحابه السعادة أولي الهدى والتقى والمجد والكرم.